مرتكزات خطة المرور للمرحلة المستقبلية محور اجتماع مدراء إدارات مرور مناطق المملكة، وذلك لبحث أهم النقاط الرئيسية ذات التأثير المباشر في العمل الميداني بما يؤدي إلى رفع مستوى جودة وكفاءة العمل ويحد من الحوادث والمخالفات. الهدف هو يعني أن يكون كل مدراء المرور في كل مناطق المملكة حاضرون وعارفون بما يخطط له وبالاستراتيجيات التي وضعت، ويساهمون بأفكارهم وبما لديهم من خبرات، ويستعدون لتنفيذ ما سيوجه إليهم في هذه الأيام للقيام به لكل الأعمال المرورية ولكل التحديات التي تواجه المرور. ناقش الملتقى الاستراتيجية المرورية وأبرز التحديات ذات الأولوية التي تواجه الإدارة العامة للمرور والبحث عن الحلول المناسبة، وتم استعراض الخطة وآلية تنفيذها. إجراءاتنا تتم وفق خطة معمول فيها، نخطط في إدارة العامة للمرور، نخطط بشكل جماعي مع كافة مناطق المملكة. التطبيق حيكون متزامن في حالة وجود الخطة في المرحلة القادمة. كل إجراءاتنا تتم مرحليا من خلال مدراء المرور لنقلها إلى واقع إن شاء الله في المرحلة القادمة. من مرتكزات خطة الإدارة العامة للمرور تطوير القدرات والإمكانات، وتشمل البدء في إعادة تدوير الكادر البشري بما يحقق جودة الأعمال، كما تدعو الخطة للتوسع في استخدام تقنية الرصد الآلي للمخالفات وتجهيز الدوريات بكاميرات مراقبة مثبتة داخل المركبات وعلى الألبسة. حمد بن حسين، الإخبارية، الرياض.